حادث مروع بالسعودية يؤدي لوفاة ثمانية وإصابة ثلاثين وأربعين معتمرا حيث أفادت وسائل إعلام سعودية بأن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب قرابة ثلاثين وأربعين أخرون في حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة على طريق الهجرة السريع في المدينة المنورة عند الكيلو مئة وأربعون نسأل الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يشفي جميع المصابين انا لله وانا اليه راجعون